ليس له علاقة بسليمان ولا بالاستملاط أصلا، بل هو نموذج معماري لقصر شائع البناء في عدة مناطق بفلسطين المحتلة. وهذا رغم أن كاتلين كيدون جاءت من قبل جمعية صندوق استكشاف فلسطين لغرض توضيح ما جاء في الروايات التوراتية، لأنها أظهرت نشاطا كبيرا في بريطانيا في حول تاريخ الشرق الأدنى. وشدد الكاتب على القول أن لعنة الكذب هي التي تلاحق الإسرائيليين، ويوما بعد يوم تصفعهم على وجوههم بشكل سكين بيد مقدسي وخليلي ونابلسي، أو بحجر جماعيني أو سائق حافلة من يافا وحيفا وعكا. الإسرائيليون يدركون أن لا مستقبل لهم في فلسطين، فهي ليست أرضا بلا شعب كما كذبوا. ها هو كاتب آخر يعترف ليس بوجود الشعب الفلسطيني بل وبتفوقه على الإسرائيليين، وهو جدعون ليفي الصهيوني اليساري، إذ يقول: يبدو أن الفلسطينيين طينتهم تختلف عن باقي البشر، فقد احتللنا أرضهم وأطلقنا على شبابهم الغانيات وبنات الهوى والمخدرات، وقلنا ستمر بضع سنوات وسينسون وطنهم وأرضهم، وإذا بجيلهم الشاب يفجر انتفاضة 87، أدخلناهم السجون وقلنا سنربيهم في السجون، وبعد سنوات وبعد أن ظننا أنهم استوعبوا الدرس إذا بهم يعودون إلينا بانتفاضة مسلحة عام 2000 أكلت الأخضر واليابس، فقلنا نهدم بيوتهم ونحاصرهم سنين طويلة، وإذا بهم يستخرجون من المستحيل صواريخ يضربوننا بها رغم الحصار والدمار، فأخذنا نخطط لهم بالجدران والأسلاك الشائكة، وإذا بهم يأتوننا من تحت الأرض بالأنفاق حتى أدخنوا فينا قتلا في الحرب الماضية. حاربناهم بالعقول، فإذا بهم يستولون على القمر الصناعي الإسرائيلي عاموس ويدخلون الرعب في كل بيت في إسرائيل عبر بث التهديد والوعيد، كما حدث حينما استطاع شبابهم، يقصد شباب الفلسطيني، الاستيلاء على القناة الثانية الإسرائيلية. خلاصة القول: يبدو أننا نواجه أصعب شعب عرفه التاريخ، ولا حل معهم سوى الاعتراف بحقوقهم وإنهاء الاحتلال. عنوان هذا المقال المؤثر جدا: إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة، لكاتبه آري شبيت، نقلناه لكم عن صحيفة هارتس العبرية.